السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فارس فارس جيمز، مقطع جديد كرير الفيحاء، الحلقة الأولى. السلسلة هذه راح تستمر بدعمكم، إذا تبي السلسلة تستمر وصل المقطع 20 لايك. خلونا نبدأ سريع سريع. طبعا معلوميتكم، أنا موقف الانتقالات، موقفها لسبب إنه خلاص ما نحتاج لعيبة، فريقنا فل. طبعا الحين بوريكم تشكيلة، بس خلينا نشارك في كأس الأبطال. وفي لاعب بس من برا الفريق وقعت معاه، لأنه احتمال يوقع يعني مع النادي. فتشكيلة: عبد الله السالم، المطيري، أبو حميد، جعفري، حاتم بلا من دري، عبد المجيد الرويلي، حسن معاذ، عبد الله الفهد، مسلم الفريد، عامر أو مدري ايش اسمه مدافعهم ذاك، الشنقيطي، وتيل زوليس، وجدي، واسبريلا، الدوسري، البقعاوي، تنبكتي، عبد الرحمن العريان، وكنو، وحسين عبد الغني. حسين عبد الغني هو اللاعب الوحيد اللي من برا الفريق. فبس خلنا نضيف هنا ترزوليس أولا. اعذروني دقيقة، عبد المجيد الرويلي برا، نجيب عامل هنا ترزوليس، من جعفر يتخرج وتجيب تومبكتي، وعبد العزيز الدوسري صح من برا الفريق. طبعا خل بس لازم نوقع مع حارس. فطبعا مع توقيف انتقالات ايش تسوي؟ تروح عمل احرار وتجيب اي حارس اجنبي سعودي اللي كان. اوكي، في خالد شراحيلي، يسرع، اترك خالد تجيب داعري، عندنا سيء. لا لا، جيب خالد. خالد هو في الحقيقة لأن الهلال وقع معاه مخالصة، فخلنا نستغل مخالصة الهلال ونوقع مع اللاعب الرسمي. إذا خالد شرحيلي صفقة كبيرة لنادي كبير مثل الفيحاء. فخلنا نروح ندور لنا على مهاجم. ستي دقيقة، مهاجم. فأتوقع إننا راح نجيب جدنسن، ارس، مصطفى المساوي، شتيري، لا فين، مروان محسن، نجيب نجم المصري مروان محسن. حط لاعب تحول التشكيلة لمدة سنتين، انا ابغى لاعب تحول. فطبعا خلنا نقدم الحين، بس نخرج كده بعدين نروح المباراة المقبلة اللي راح تكون في البطولة الودية أمام مين؟ أمام أكيد شنو؟ ورا محسن يسوي أريد الدور. أوكي، راح نعطيك كذا كذا من كذا راس كذا. أتوقع ما بديك ترفض يا مروان محسن، يصير عندنا 5 جانب، راح يكون شيء ممتاز. وراح مباراة شونان وبإذن الله نفوز بهذه التشكيلة. الفيحاء 0-0. طبعا بس ابغى العب اللعيبه الشباب في البطوله شويه، نعطيهم فرص. بعدها نعطي جدي ان شاء الله بعد مباراه الفيصلي، راح نلعب جدي واللعيبه اللي معاه الثانيه. نروح مباراه الفيصلي، مروان محسن تسميت منها صفقتين مهمتين لفريق الفيحاء. فاحذف احذف احذف، راح نسوي التمارين اللي سلمت، تسوي التمارين راح فيها. خلينا نحذف الرسائل كذا، نخلص شوية من البطولة الودية. خلينا نجيب اللعيبة الثانية، عندنا نجيب جدي، عندي عبد الله كنو، حسين عبد الغني، خالد شراحيلي، عبد الرحمن عليان، مروان محسن، عبد العزيز الدوسري، فريقين جعفري ومحمود. لا جعفري لانه مشاب احسن. طيب خلنا نروح، وبعد المباراة من بعد دي المباراة الودية راح نشوف كل شيء، كل شيء في الكرير، يعني ايش الاهداف حقة الشباب، ونسوي التدريبات. اوكي، فزنا 2-1، هدف من تلوز الياس وهدف من حسن معاذ. فخلنا نشوف اي اهداف الادارة. اوكي، مركز اللعب وسط. سهل ان شاء الله، سهلة بإذن الله. فنروح بس اول شيء نوقع مع حق اكاديمية شباب، يكون شوية رخيص
نبغى واحد رخيص. هذا زين، 4-4 حتى لو غالي بس يفيدنا آخر الكريم. يلا نسوي التدريبات أيضا في نفس الوقت، راح نجيب حارس اسمه ألفريد. لا الحارس آخر شيء، الحارس مهم زي الأظهرة. فنجيب هنا شنقيطي، نجيب رأس الحرب عبد الله السالم اللي راح يكون الكارير معتمد على هذا اللاعب إن شاء الله. توفيق نادي اسبريلا، والله تراني مسوي اسبريلا الكلام حتى ما ادري ايش حاب تنسيته، لان انا اعرف بس اسبريلا انه فنان يلعب مع العين غير كذا ولا شيء. فنجيب حسن جعفري نطوره، نحط كذا. ثم نجيب مين في لاعب، نجيبه ترزيليس كبير، تمبكتي، كنو. فنجيب كنو ونروح للمباراة المقبلة. فبإذن الله طبعا قطعت لكم عشان كنت مسافر، الحين رجعت، فبإذن الله راح ترجع القناة أفضل وأفضل. أوكي يلا نروح المباراة المقبلة أمام نادي جوجو، مدري شو اسمه ذا الفريق، وبإذن الله الفوز لنا. فأنا قدام نادي جوجو فزنا 3-0 بفن من المطايري. نروح مباراة والفرتين كفو، وراح نجيب النجم عبد الله السالم، تريزوليس، تمبكتي، هذا مجيد الرويلي، توفيق بوحميد، اسبريلا. لا خلي نجيب هنا توفيق بوحميد، نجيب هنا عبد الصنقيطي، عبد الله الفهد، لا محمد هذا، ونجيب حراسة المرمى مسلم ألفريد. فنروح للمباراة المقبلة بإذن الله، وبإذن الله الانتصار لنا قدام كفو الفريق هذا ان شاء الله. هو فاز على الباطل وفاز على نجاتيكا وخسر من الخليج، فتعادل معانا وبالكلام الصيني نشوف الحين، بالكلام الصيني خرجنا رسميا من البطولة الودية يعني فادتنا. فراح نقدم طبعا للقادم، وبإذن الله راح ننهي معاها الحلقة. وإذا تبغون الحلقة القادمة طبعا تنزل زي ما طلبت منكم 20 لايك، لأن السلسلة مستمرة بدعمكم. فيلا تسوي تدريب قدام بإذن الله ننجح. طبعا الفيحاء شفنا أول جولة، حضرون كل شيء يعيدكم. طبعا الفيحاء شفنا أول جولة أمام مين؟ أمام الهلال، كانت مباراة رائعة جدا، مبروك للهلال، هردك الفيحاء. وجولة هذه كانت جميلة، الباطن هزم الاتحاد، الاتفاق هزم الأهلي، وننتظر الفيصلي والنصر والشباب واحد. فيلا نسكب التدريب، عبد الله يسلم كرة جديد. اوكي فيلا قدم سريع سريع. اوكي ما ادري ليه مو محطينه فملحق كأس وليعة، تخيل نحن مشاركين بكأس الملك. خلينا نشوف، خلينا نشوف قادم الاوقات يؤكد كل الاشياء القادمة. اسبريلا خرافي جدا، خرافي الكيز. الخليج مرشح من قبل القليلين، مركز 14. يلا نسكب التدريب الأخير، وراح نسوي معاكم أرقام اللعيبة ونضبط التشكيلة الأساسية، ثم المباراة الرائدة اللي راح تكون بإذن الله الحلقة القادمة. فخلنا بس كذا نقدم كل شيء. مشجع النصر يثقون كثيرا بفريقهم، شوف ايش بتسوني العالمي. زين السعيد ما في لاعب كويس، ان شاء الله في لاعب وسط بس نحقق هدفهم. لا ما في مباراة القادمة عبد الله كان. اوكي خلينا نشوف بس افتتاح الدوري راح يكون الرائد، الشباب، الاهلي، ثم الاتفاق، النصر، التعاون، اتحاد الفيصل الباطن، فتح الهلال الاخير اكيد، قادسية، الخليج، الهلال. حلو طيب، فخلنا بس كذا الحين نروح نعدل التشكيلة الاساسية الاحتياطية. فنجيب هنا عبد الله، لا عبد الله مرة ثانية. الله جيب المطيري، ونجيب كابتن الهدوم مروان محسن، نجيب شراحيلي، فريق يحتاج بضاعة جديدة جدا في الادخالات. شفت تشكيل احتياطية ممتازة جدا، فنجيب
نجيب عبد الله كمل بس هنا وكذا تشكيلة نفس الواقع حسنا ترجلس بكتي طوال المطيري اصبر الله وسالم فضبطنا التشكيلة خلنا نضبط ارقام الفريق فعندنا ارقام الزي رقم 1 نصر الفريق حسن معاد جدي نعطيه رقم 4 شنقيطة كويس ترزوليس مو 5 5 ما يستحق بس يستحق 6 احتزت مبكتي رقم 5 فايت مبكتي الرويل 18 ممتاز اصبر الله 7 مطيري اكيد راح اعطيه حتى كابتن الفريق مطيري رقم 10 جلال سالم أقول لكم خلينا نطيري مروان المحسري ما يستحق 11 يعني تشن ما تدري يعني شوف المحمد تبي المحمد 11 نخلي كابتن الفريق عبد الله المطيري وأتوقع كذا راح نكون جاهزين لمباراة الرايد اللي راح تكون بإذن الله في الحلقة القادمة إذا تبغوا الحلقة القادمة تنزلوا صلاة المقطع 15 20 لايك كان معكم فارس وفارس جيمز مع السلامة.